القلوب تهتف بحب أهل رمضان، شهر المحبة والغفران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رياحين المستقبل، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، تقبل الله طاعاتكم. فيديو اليوم سيكون أسئلة وأجوبة عن ليلة القدر، هيا تعالوا لنتعلم معا. أنت ستسأليني سؤال يا سالي وأنا سأسألك سؤال، فاليوم سنقوم بالدورين معا. يعني الروعة. والآن لنبدأ، في أي شهر تكون ليلة القدر؟ في شهر رمضان المبارك. أحسنتي. الآن دوري، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تماما. في أي ثلث من شهر رمضان المبارك تكون ليلة القدر؟ في الثلث الأخير. أحسنتي. هل يمكن تحديد في أي ليلة تكون ليلة القدر؟ لا يمكن، ولكن اجتهد العلماء وقالوا أنها من الممكن أن تكون في الليالي الفردية، أي 21، 23، 25، 27، 29. تماما. هل نزل القرآن في ليلة القدر؟ نعم. لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟ لأنها يقدر بها ما سيجري في هذا العام، وهذا من حكمة الله، ولأنها ذات قدر وشأن عظيم. تماما. ماذا علينا أن نفعل في العشر الأخير من أجل ليلة القدر؟ علينا أن نحيي الليل في العبادة والصلاة والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن. أحسنتي. كم عدد آيات سورة القدر؟ 5. هل سورة القدر مكية أم مدنية؟ سورة القدر مكية. أحسنتي. ما هو الدعاء الذي كان يدعيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير؟ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. والآن يا سالي هيا اقرأي لنا سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أحسنتي. الآن يا أصدقاء انتهى فيديو اليوم، اجتهدوا في العشر الأخير يا أحبائي. والآن نستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن نلقاكم مجددا. دمتم بألف خير.